طاهرا مباركا فيه. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين، واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله صادق الوعد الامين. اللهم صل افضل صلاتك ابدا على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وآله، وسلم تسليما كثيرا وزده تشريفا وتكريما، وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه، وارضى عن ساداتنا ذوي القدر الجليل كالاكابر ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن ال بيت النبي وعن زوجاته امهات المؤمنين، وعن زوجاته امهات المؤمنين وبناته العفيفات الطاهرات وصحابته كلهم اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك امين. اما بعد، فيا ايها الاخوه الاحباب، منذ فتره بعيده وانا تراودني فكره جهاز اذا وضعت فكرة اختراع جهاز إذا وضع في مكان فإنه يسترجع لنا كل الأحداث التي وقعت في هذا المكان بأدق تفاصيله صوتا وصورة، وبإمكاننا أن نرى الراحلين عن الحياة من الآباء والأجداد وممن سمعنا عنهم خيرا من السابقين، لنرى أفعالهم ونرى صورهم وأشكالهم. وستوفر علينا هذه الفكرة كذلك البحث عن المجرمين والقتلة والجناة والخارجين عن القانون، وبإمكاننا أن نرى الجناة في دقائق معدودات متلبسين بالجرائم صوفا وصورا. ولكن ما يرعبني من هذه الفكرة ويخيفني منها ويدعوني ألا تقع هو أننا جميعا بشر، وأن كل ابن آدم خطاء، وأن هذه الفكرة لو حدثت فربما ستكشف لنا عن سوءات السابقين ممن نحسن بهم الظنون فنراهم في مواقف مخزية، فهذا سالك وذاك مرتشد وهذا كذا وكذا. ويقين ان فكره هذا الجهاد لو تحققت اليوم فان اكثرنا سيكون من المعترضين علينا، ونأبى ان ندخلها بيوتنا واماكن اعمالنا، لان كلنا ذنوب وعيوب، وكلنا لا يكشف أحد خطأ فضلا عن جريمته وخطيئته. والذي يتأمل القرآن الكريم يجد أن هناك يوما ستتحقق فيه فكرة هذا الجهاد، ولكن على مدى أوسع وبطريقة أكبر. فسيأتي على الناس جميعا يوم تشهد فيه عليهم شهود غرباء، ما كنا نتوقع قط ان يشهدوا علينا بجرائمنا وذنوبنا. فالارض التي نظنها الان تراب وصخور وحجاره سينطقها الله تعالى يوما لا محاله حتى تحكي عما فعلناه فوقنا خير أو شر. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، هكذا ينطق الإنسان مستغربا ما بال هذا الجمال يتحرك وينطق، وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فينطق مكان بأن فلان عليه زمن، وينطق آخر بأن فلانة عليها غشا، وينطق المسجد
بلا شك وأخرى طيبة، حينما يعض المجرمون أصابع الندم ويبكون دما ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. مما قرأته قديما عن سيرة سيد المسيح عليه السلام أنه مر ذات يوم بالمقابر فوجد أما تبكي قبر وليدها فواسانا ودعانا للصبر، فطلبت منه أن يحيي له ابنها حتى تسأله ماذا فعل الله معه وبه، فأحيا عيسى ابن مريم عليه السلام ولد هذه ابن من الله رب العالمين. وإذا القبر ينشق عن شاب شعر وليس فيه شعرة واحدة سوداء، ففزعت المرأة وقالت هذا ليس ابني وكيف جاء إلى قبره وأين ولده، فقال لها ابنها أنسيت ولدك يا أمام بهذه السرعة؟ فسأل السيد المسيح يا هذا إن أمك أخبرتني أنك مت شابا فما الذي شيب رأسك؟ قال يا نبي الله كنت أعمل حمالا أحمل الأشياء للناس، فحملت يوما حطبا لرجل فأخذت منه عودا صغيرا خللت به بين أسناني ثم ألقيته على الأرض، فلما نزلت إلى القبر سألتني الملائكة عن هذا العود، فلما ناديت أنت علي ظننت أن القيامة قامت، فقلت في نفسي وماذا سيفعل الله معي في ذنوب الموبقات وذنوب كبيرة. وأقرب من كل هذا أن هناك شهودا سيشهدون علينا لا يشهدون إلا يوما واحدا ومرة واحدة يسكنون بعدها أبدا، شهداء اليوم الواحد. هؤلاء الشهود ليسوا أرضا تنطق بجرائمنا ودلا ذنوبنا ولا سماء تشهد علينا ولا زمانا يخبرنا بما فعلناه فيه، لكنه شهود منا من انفسنا. اليوم نختم على اقوالهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون. يشهد الجسم على صاحبه فتشهد العين بما رأت من حرام والأذن بما سمعت من سيء الكلام واليد بما امتدت إليه نهبا واختلافا والقدم بما سعت إليه عدوانا وظلما والبطن وما حشر فيها من طعام خبيث وغير ذلك. ويتعجب الإنسان حينها ويتساءل المرء اليوم بأي لغة ستنطق أعضاؤنا وكيف يعجب اللسان عن تكذيب تلك الأعضاء عندما تنطق اليد والقدم والجلود تشهد على الإنسان، بأي صوت سيكون وهل هو بصوتنا الذي نعرفه الآن أم بصوت مختلف؟ وما أشد ندم الإنسان ساعتها إذ أن كل واحد منا عاش طيلة حياته مدافعا عن ذلك البدن وتلك الأعضاء، ومنا من قتل ومنا من سرق ومنا من خان ومنا كلنا
وعرفناه من خطايا وموبقات. وحينما يأذن الله للمثال أن يعود مجددا بالكلام فيكون كلامه بعتاب شديد لهذا البدن، وقالوا لجنودهم لم شهدتم عليه؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ذلك ظنكم بربكم الذي أرداكم. هكذا ظن هؤلاء في الدنيا أن أعضاءهم لم تشهد عليهم، تشهد العين وتشهد الأذن وتشهد الجلود علينا بلسان لا يعلم كنهه إلا الله، وبلغة لا يعرفها إلا الله، وبطريقة نعجب لها نحن يوم أن نلقاه، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو القدير عز وجل. فكما حرك اللسان بالكلام سيحرك العين والأذن والسمع والبطن والفرج وكل الأعضاء لتشهد على الإنسان. ثم يأمر الله الملائكة أن تذهب بالعبد الفاجر الكافر إلى النيران. شهود اليوم الواحد، إضافة إلى شهادة الأيام والزمان. ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي منادي يا ابن آدم أنا يوم جديد على عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يستر علينا وأن يحفظنا دنيا وأخرى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه. مما هو أقرب بكثير من الخيال،
عن الطيب والتوبة من كل ذنب والرجوع إلى الله من كل خطيئة والندم على ما اقترفته أيدينا من موبقات ورد المظالم إلى أهلها والعزم على عدم العودة للذنب مهما كان. وربنا باب توبته مفتوح لا يغلقه في وجه عبد أبدا، بل إنه تعالى برحمته وحنانه يسر إلى الدنيا كل ليلة لينادي على عباده هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب دعاءه، هل من كذا هل من كذا حتى تطلع الشمس. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هكذا ينادي علينا ربنا تبارك وتعالى، وهو الغني عن أعمالنا التي لا تنفعه طاعة كما لا تضره معصية عاصي. إنما يريد الخير لنا ليس إلا، فلنبادر بالتوبة والرجوع إلى الله رب العالمين. عسى الله أن يلطف بنا وأن يحسن إلينا وأن يسترنا الدنيا وأخرى وأن يرزقنا برحمته الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك العظيم الأعظم الكريم الأجل الأكبر الذي إذا دعيت به نجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تبلغ روح رسول الله من السلام وأرواحنا لبيت الطيبين منا التحية والإكرام. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا ووفقنا لما تحب وترضى وخذ بأيدينا إلى البر والتقوى واجعلنا اللهم من عبادك السعداء واسترنا دنيا وأخرى. اللهم لا تكشف لنا سترا ولا تخش لنا سرا ولا تفضح لنا أمرا ولا تهتف لنا عبرا ولا تشمت بنا أحدا.